من القاهرة مراسل غد محمد الحمراوي لمزيد من التفاصيل. محمد، تجمل لنا ما جاء بتصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري. نعم شروق، اليوم وفي الذكرى 8 لثورة 30 يونيو جاء التدشين الرسمي المشروع القومي لتطوير كرة الريف المصرية. هذا المشروع الذي وصفه الرئيس المصري خلال التدشين بأنه مشروع للتغيير الجذري في مصر بالتزامن مع ذكرى التغيير الحقيقي أيضا في ذكرى ثورة 30 يونيو. اليوم يتم الإعلان عن تفاصيل المرحلة الأولى من هذا المشروع الخاص بتطوير الكرة والريف المصري من خلال هذه المرحلة الأولى التي ستشمل تطوير 1446 قرية في نحو 20 محافظة مصرية وعلى مستوى 52 مركزا في تلك المحافظات. هذا المشروع الذي يشمل التطوير وتقديم جميع الخدمات الخاصة بالصرف الصحي وكذلك أيضا مياه الشرب وغيرها من الخدمات لتطوير الريف المصري. هذا المشروع الذي أعلنت عنه الرئاسة المصرية قبل نحو عدة أشهر وبدأ بالفعل التنفيذ فيه في عدد من النماذج على مستوى عدد من محافظات الجمهورية. اليوم يتم التدشين الرسمي له وإعلان أيضا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنه سيتم استصدار وثيقة تاريخية لتوثيق هذا المشروع الذي وصفه بالتاريخي، والإعلان عن هذا الإصدار أو هذه الوثيقة في أقرب وقت لتوثيق هذا المشروع القومي الذي يهدف في الأساس لتطوير حياة وتنمية حياة المصريين في الكرة المصرية التي يسكنها أكثر من 80 مليون مصري. الرئيس المصري أيضا قال بأن هذا المشروع يعني كان يستهدف في البداية تكلفة تصل إلى نحو 450 مليار جنيه، وتم الإعلان اليوم عن رفع تلك التكلفة لنحو 600 مليار جنيه في كل مرحلة. هذا المشروع سيتم تنفيذه على 3 مراحل. أعلن بأنه سيتم تنفيذ تلك المراحل بنحو تكلفة تصل إلى نحو 600 مليار جنيه لتقديم جميع الخدمات المطلوبة في الكرة المصرية من تقديم الخدمات الخاصة بماء الشرب والصرف الصحي ورصف الطرق وكذلك أيضا بناء المناطق والخدمات اللوجستية والصحية والبيطرية وغيرها من الخدمات المطلوبة في كرة الريف المصري. بعد سنوات طويلة من التهميش طالت الريف المصري جاء إعلان عن هذا المشروع. الرئيس المصري قال بأن الدولة المصرية تستهدف الانتهاء من هذا المشروع خلال 3 سنوات فقط، وقال أيضا بأن يعني منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال ومصانع وشركات الدولة المصرية مدعوة للمساهمة في هذا المشروع نظرا للتكلفة العالية التي يتحملها هذا المشروع التي تصل إلى 600 مليار جنيه. طلب أيضا الشركات المصرية بتقديم أفضل منتج للمشاركة والمساهمة في تلك المشروعات لتنمية المنتج المصري وكذلك أيضا يعني للعائد الاقتصادي الكبير الذي سيعود على تلك الشركات والمصانع المصرية التي سيتم استخدام خاماتها في هذا المشروع. الرئيس أيضا الآن يتفقد هذه المعدات التي تصل إلى نحو 2000 معدة ونحو 3500 طن من الخامات المبدئية التي سيتم نقلها تباعا إلى المحافظات والقرى المصرية التي يتم العمل فيها خلال المرحلة الأولى من هذا المشروع. كانت التوصيات من الرئيس المصري بضرورة العمل على يعني تنفيذ هذا المشروع بأعلى يعني معايير الجودة وكذلك أيضا الالتزام بالجدول الزمني فيما يتعلق بهذا المشروع، إضافة إلى بعض الإرشادات والتوجيهات التي جاءت في حديث الرئيس المصري ومطالبات المصريين يعني الصبر على هذا المشروع وحتى الانتهاء منه، وكذلك أيضا مطالبة المجتمع المدني والمواطنين والشركات والجهات المختلفة في الدولة المصرية للمساهمة في هذا المشروع نظرا للتكلفة العالية الخاصة به وكذلك أيضا المتابعة الدورية لهذا المشروع. وقال أيضا أنه سيتم تقييم هذا المشروع من خلال المراحل المختلفة التي سيتم البدء فيها وتقييم يعني مدى جودة هذه المشروعات، ومن ثم يمكن تطويرها خلال الفترة المقبلة أو الاستكمال على هذا النمط الذي تم يعني وضعه من الآن. نعم، شكرا محمد الحمراوي مراسل غد، كنت معنا من القاهرة.